السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، وحلقه الاخبار دي هنبتديها كده بالكلام عن ذا لاست اوف اس، لان تقريبا خلاص احنا بشكل رسمي الاسبوع ده هنعرف حاجه عن اللعبه، يا اما هنشوف مثلا فيديو جيم بلاي جديد او هنعرف ايه هو ميعاد نزول اللعبه، لان تم التاكيد ان في العرض اللي جاي اللي هو بتقدمه سوني من حين لاخر اسمه ستيت اوف بلاي هيتعرض في خلال الاسبوع ده يوم 24 اللي هو بكره، وهيكون فيه من خلاله تقديم لحاجه تخص لعبه ذا لاست اوف اس. طبعا حاجه زي كده قبل ما يتم التاكيد عليها سواء بقى قبلها او بعدها كان في شوية تفاصيل او اشاعات طلعت ان اولا احنا ممكن نشوف ميعاد نزول اللعبة هيكون يوم 28 فبراير 2020، وبالاضافة ان في احتمال بنسبة كبيرة ان احنا قريب جدا هنشوف بيتا للمالتي بلاير مود بتاع ذا لاست اوف اس 2. فالحاجة الوحيدة زي ما انتم شايفين اللي مؤكدة من خلال كل الكلام اللي احنا قلناه ده ان يوم 24 هنشوف حاجة تخص اللعبة، ونوتي دوج من خلال صفحات السوشيال ميديا الخاصة بيهم والمطورين اللي شغالين في الاستوديو بيشاركوا بنسبة كبيرة في الوقت الحالي مجموعة تيزرز بتنزل للإعلان ده بالتحديد. فالناس اللي مستنيين اللعبة يوم 24 سبتمبر اللي هو بكرة هيكون في تقريبا الساعة 9، مش متأكد بالظبط، هحط لكم معاد العرض نفسه في الكومنتس تحت ونشوف بقى اللي هيتعرض من اللعبة. بعد كده في حاجة برضو في اشاعات كانت عليها قبل ما يتم عرض الحاجة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي دي، وهي ان في لعبة باتمان. احنا بنسمع اشاعات كتيرة جدا عن العاب بتاعت باتمان في خلال الفترة اللي فاتت، لدرجة ان الاشاعات دي بطلنا ان احنا نصدقها، كمية اشاعات كتيرة جدا وبشكل مبالغ فيه. بس في اشاعات كانت بتقول ان برضو في State of Play هيتم عرض لعبة جديدة تخص باتمان من انتاج وارن براس مونتريال اللي هم عملوا لعبة باتمان اركام اوريجينز، وامبارح كان اليوم السنوي لشخصية باتمان، الذكرى السنوية لمرور 80 سنة على ظهور شخصية باتمان. وارن براس مونتريال نشروا الفيديو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، انا هبطئ لكم سرعة الفيديو عشان تاخدوا بالكم من الاشارات اللي كانت موجودة فيه، ولحد دلوقتي مفيش حد عارف بالظبط الاشارات دي تخص ايه تحديدا، لكن في بعض الناس بيقولوا انه ممكن تكون ليها علاقة بفيلنز لباتمان زي راس الغول مثلا او راش الغول زي ما بيتقال اسمه بالانجليش، او مجموعة تانية زي كورت اوف اول. انا اتمنى وبشدة ان يكون في حاجة تخص كورت اوف اول، هبقى سعيد جدا لو حاجة زي دي حصلت. فهنشوف هل الكلام ده هيكون موجود في ستيت اوف بلاي ولا لا، بس في تلميح صريح جدا موجود قدامنا اهو. بعد كده بالنسبة للعبة بروجكت ريزيستنس اللي هي اللعبة الفرعية اللي تم الاعلان عنها في توكيو جيم شو للعبة ريزنت ايفل، واتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت انها تسببت في حاله ممكن نقول من الاحباط لبعض الناس، ومنتج اللعبه كان في مقابله اتعملت معاه مع المدونه الرسميه لبلاي ستيشن، وقال من خلالها ان اللعبه مش هتكون لعبه معتمده على انك انت تلعب بشكل تعاوني فقط او تلعب اونلاين، في جانب اوفلاين والتجربه بتاعت اللعبه بالكامل ممكن تتلعب بشكل فردي. هو ما وضحش بشكل كبير الموضوع هيمشي ازاي، بس اعتقد لو حاجه زي كده هتكون موجوده في اللعبه ممكن يكون قصده على ان التجربه تكون قريبه مثلا من زي ليفت فور ديد. ليفت فور ديد كانت لعبه معتمده بشكل اساسي على اللعب التعاوني، ومن ممكن اي حد كان يلعبها لوحده، وده من خلال انك انت بتحول الفريق اللي معاك لاي اي. بس هنا الموضوع هيمشي ازاي، وهل التجربه هتكون يعني قريبه من اللي احنا بنشوفه في السلسله بتاعت ريزنت ايفل؟ وعلى جانب الاشاعات اللي كانت بتظهر برضو في خلال الفتره اللي فاتت للعبه Red Dead Redemption 2 انها هتنزل على بي سي، روكستار عملوا حاجة انا في وجهة نظري وعندي احساس انها استعداد لنزول نسخة اللعبة على بي سي، وهو ان هم نزلوا اللانشر الخاص بيهم. انا كواحد بلعب بشكل اساسي على بي سي الموضوع بالنسبة لي بقى سهرب اني بقى سخيف شوية الحقيقة، كل اللانشرز دول بفتكر الباسوردز بتاعتهم ازاي، هحط لهم شاشة تالتة مثلا عشان احط الايقونات بتاعتهم، اوريجين، يو بلاي، ستيم، مايكروسوفت ستور، ايبك ستور، جي كل ده يا جدعان. المهم المفروض ان في لانشر خاص بيهم نزل دلوقتي بيقدموا لعبه جي تي اي سان اندرياس، لو ما حدش كان لعبها انا مش عارف مين ما لعبهاش اصلا. اللعبه دي متقدمه بشكل مجاني من خلال الاطلاق الرسمي للستور ده او اللانشر ده، ومفيش اي حاجه زياده عن كده. بس زي ما قلت لكم احنا شفنا في الفتره اللي فاتت زياده كبيره في الاشاعات والتسريبات اللي تخص ان احنا ممكن نشوف نسخه بي سي قريبه جدا من لعبه Red Dead Redemption 2، لكن في الوقت الحالي في نقاش حوالين حاجه تخص اللعبه او اضافه من المحتمل انها تتقدم في المستقبل. لو اي حد لعب الجزء الاولاني كان عارف ان في زي اكسبانشن باك اتقدم كان اسمه Undead Nightmare، وكان متقدم لجانب القصه وجانب المالتي بلاير. في بعض الناس شايفين ان في تلميحات دلوقتي من خلال جانب الاونلاين في Red Dead Redemption 2 من بعض الابديتس الكتيره اللي نزلت مؤخرا، التلميحات دي رايحه لان ممكن نشوف
زي امتداد الاكسبانشن باك ده ويتقدم مثلا Undead Nightmare 2. لحد دلوقتي في اراء مختلفه حوالين الموضوع ده، ولكن في ناس بتبص لان الادله اللي الناس شافوها من خلال الجثث عينيها لونها اخضر والكلام ده من ممكن ده يكون جليتش، لان في بعض السكنز اللي كانت موجوده في اللعبه حصل لها جليتش برضو وضاف عليها زي طبقه لونها اخضر، فمن ممكن يكون ده جليتش بيحصل لبعض التكتشرز في اللعبه ان هو بيلونها باللون ده. لكن مفيش اي ادله اكتر من ان في بعض الجثث في عالم اللعبه عينيها لونها اخضر، حاجه كده قريبه لشكل الزومبيز وبس. وأوبسيديان انترتينمنت احنا مستنيين منهم لعبه جديده هتنزل السنه دي اللي هي ذا اوتر وورلدز، ومن دلوقتي هما بيستعدوا للمشروع اللي جاي واللي تقريبا من ممكن يكون المشروع الخاص بمايكروسوفت من بعد لما تم الاستحواذ عليهم. من خلال الموقع الرسمي بتاعهم في طلبات توظيف للمشروع الجاي بتاعهم، والطلبات بتوصف المشروع اللي جاي ان هو مشروع لعبه ار بي جي كبيره جدا. لحد دلوقتي مفيش تفاصيل اكتر من كده، فلما نشوف ايه المشروع الجاي بتاعهم، هل هو لعبه جديده تماما ولا استمرارية للعبة تانية هم كانوا شغالين عليها، ولا إعادة إحياء للمشروع اللي كان شغالين عليه مع مايكروسوفت قبل الإعلان على الإكس بوكس وان واتلغى. وبالنسبة للعبة كنترول، هي كانت حصرية طبعا في الفترة اللي فاتت على المنصة بتاعت إيبك ستور، وفي رقم كده طلع بالنسبة للصفقة اللي تمت ما بين ريميدي جيمز وإيبك جيمز ان هما يضيفوا اللعبة من خلال الستور عندهم، ودفعوا حوالي 9 مليون يورو لان اللعبة تكون حصرية لفترة معينة على إيبك ستور. انا شخصيا وجهة نظري ناحية حاجة زي كده، لو إيبك شايفين ان هما ممكن يصرفوا فلوس كتير جدا 9 مليون دولار، وطبعا في ألعاب تانية ممكن تكون حصلت على نفس الصفقة دي ان الالعاب دي تكون حصرية على منصة زي ايبك ستور، فانا بقول لو هم فعلا قادرين ان هم يصرفوا فلوس دي كلها، ليه ما يكونش فيه مثلا فلوس تتوجه لانتاج العاب جديدة، العاب تميز المنصة بتاعتهم زي ما فالف كان بتعمل بوجود مثلا العاب زي كاونتر سترايك او مثلا لعبة زي دوتا او تيم فورتريس. ليه ما يعملوش حاجة مشروع تاني كبير جنب فورتنايت على سبيل المثال، بدل ما هم مثلا يروحوا وياخدوا العاب بشكل حصري، العاب دي مش بتاعتهم وبياخدوها بشكل مؤقت كمان، اللي هو يعني الموضوع مش هيطول معاهم بحيث ان دي تبقى ميزة حصرية وكبيرة للمنصة بتاعتهم. وانا في الوقت الحالي بلعب المالتي بلاير بيتا بتاعت لعبه كول اوف ديوتي مودرن وورفير، ومن خلال البيتا طبعا في تفعيل ميزه الكروس بلاي ان انا اقدر العب مع ناس على بلاي ستيشن او اقدر العب مع ناس موجودين على الاكس بوكس، والموضوع متقدم بمميزات ممكن تكون كتيره جدا حلوه، انك انت تقدر تفعل الميزه دي او لا، او تعمل انبوت ماتش ميكنج. الكلام ده هتكلم عنه في انطباعي عن اللعبه نفسها من خلال البيتا. ولكن في ميزه الناس اكتشفوها ولا اكتيفيجن ولا انفينيتي وورد اتكلموا عنها، وهي الكروس بروجريشن، انك انت الشخصيه اللي انت بتلعب بيها والاسلحه اللي انت فتحتها والاتاتشمنتس بتاعتها والبيركس والكلام ده، البروفايل بتاعك ذات نفسه ممكن تنقله ما بين البي سي وما بين الكونسولز. فدي ميزه ممتازه جدا، حاجه انا شخصيا ما كنتش احلم ان هم ممكن يقدموها، وتيجي كمان من اكتيفيجن اللي هم تقريبا كانوا وقفوا ضد فكره الكروس بروجريشن او كروس بلاي او نقل السيفز نفسها في العاب تانية زي على سبيل المثال لعبة زي ديستني. فشكلهم كده شافوا ان خلاص ده الاتجاه اللي بعض الالعاب رايحاله في الوقت الحالي، فطبقوه بشكل ممكن يكون واسع جدا. وبعد كده في اشاعة بتخص بلاي ستيشن 5، وهي ان احتمال مع نزول الجهاز في اواخر السنة اللي جاية هيتقدم منه نسختين، النسخة العادية والنسخة برو، هينزلوا هما الاثنين مع بعض. ودي حاجة انا كنت سمعت عنها اشاعات في الفترة اللي فاتت يمكن من سنة حاجة زي كده، ان الكونسولز الجديدة هتنزل بالفعل من اول يوم بالنسختين، سواء برو سواء بقى النسخة العادية، وكان في كلام بنسبة كبيرة ان مايكروسوفت هتتجه للموضوع ده اول واحدة ولكن حصل تأكيد في الفترة اللي فاتت ان مش هيكون في اساسا نسخة محسنة من الاكس بوكس هتتقدم من اول يوم جنب النسخة العادية. بس انا كده كده شايف ان الموضوع ده خلاص بقى منطقي، ان احتمال بنسبة كبيرة جدا ان احنا نشوف الاجهزة اللي جاية متقدم منها نسخ محسنة، لان ده تقريبا احنا بنشوفه برضو في البيزنس موديل بتاع الموبايلات. ومع نزول لعبة جيرز اوف وور 5 او جيرز 5 اختصارا لاسمها، في اكتر من 3 مليون لاعب لعب اللعبة اول ما نزلت في الفترة بتاعت الويك اند بتاع نزول اللعبة، في 3 مليون شخص لعبها، وده رقم كان كبير. بس بعض الناس ممكن تتجه انها تقول ان ده رقم معتمد على ان اللعبة كانت متقدمة من خلال خدمة جيم باس، وان الناس ممكن تدفع ما بين 2 ل 5 دولار على حسب العروض اللي موجودة ويقدروا ان هم يلعبوا اللعبة بثمن ممكن يكون رمزي جدا.
انا عن نفسي شخصيا شايف ان ده هو السبب، لكن خلونا بصراحه مع بعض ده الاتجاه اللي ممكن نشوفه من شركات كتيره في خلال الفتره اللي جايه، ان احنا مش هنبتدي نتكلم عن مثلا مبيعات اول يوم سواء ديجيتال او فيزيكال وبس، احنا هنتكلم عن كمان اعداد الناس اللي لعبت الالعاب دي باستخدام الخدمات اللي زي جيم باس او بلاي ستيشن ناو. سوني عندها خدمه زي جيم باس بالفعل، او الخدمات الثانيه اللي بتقدمها بعض الشركات زي مثلا يوبي سوفت او اي اي. وفي كلام في الوقت الحالي عن ان برضه سكوير انكس هيعملوا نفس الكلام، فالموضوع ده هيبقى جزء مهم جدا في كلام اي شركه في خلال الفتره اللي جايه عن مبيعاتهم اول يوم والارقام اللي تخص الالعاب بتاعتهم من ناحيه النجاح التجاري في اول يوم. وحاجه كده طلعت من لا شيء، لعبه ترمينيتور الجديده، لعبة اسمها Terminator Resistance، ودي لعبة First Person Shooter معتمد على تقديم قصة لأحداث بتحصل من بعد Judgment Day في أحداث بتاعت الأفلام نفسها بـ30 سنة. واللعبة شكلها أوكي، بس مره واحده كده ما قلت لكم طلعت وكانت حاجه كده اللي هو ما كانتش متوقعه ان في حد هياخد اللاينس بتاعت ترمينيتور وخصوصا استوديو صغير ويعملوا لعبه ليه. وبعد كده لعبه توتال وور جديده تم الاعلان عنها للبي سي، وكما هو واضح من الاسم اللعبه هتركز بشكل كبير على حروب طرواده. واخر حاجه هنتكلم عنها هو بالنسبه للعبه التيرن بيسد المعموله لفيلم جون ويك. انا مش عارف الصراحه، انا مش مقتنع ان فيلم زي جون ويك يتعمل له لعبه تيرن بيست. افلام زي دي كنت اتمنى ان يكون ليها لعبه مثلا زي ماكس بين على سبيل المثال، بس ما علينا، اللعبه هتنزل خلاص رسمي يوم 8 اكتوبر اللي جاي. وبس دي كانت كل الاخبار تخص الحلقه دي، وطبعا انتم هتنتظروا مني كذا فيديو في خلال الاسبوع ده. الفيديو اللي جاي احتمال بنسبه كبيره هيكون عن العرض اللي هيتقدم لذا لاست اوف اس، هنتناقش عنه ونشوف ايه اللي اتقدم واقول رايي عنه. بعد كده عندنا الريفيو بتاع لعبه جريد فال، وبالاضافه الانطباعي عن البيتا بتاعت Call of Duty Modern Warfare. مش عاوز ان انا اتسرع شويه في الحكم على البيتا دي، عاوز اخد وقت معاها لان فيها حاجات ممكن تكون جديده الواحد لازم يتكلم عنها، سواء هي اضافت حاجه ايجابيه او سلبيه للعبه نفسها. لكن اختصارا لانطباعي في الوقت الحالي، انا مستمتع شويه بالبيتا. فبس اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.